سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك في منطقة البلقان، هي اليوم منطقة هادئة أشبه بالصورة الرائعة، ولكن اسمها سيظل مقترنا إلى الأبد بسفك الدماء. في ربيع عام 1992 كانت المدينة عرضة لأطول حصار في التاريخ الحديث. لقد أجبر سكان المنطقة ل44 شهرا متتاليا على حمل السلاح من أجل الدفاع عن أنفسهم ضد هجمات القوات الصربية. قوات كانت السبب في ظهور مصطلح التصفية العرقية، وذلك بسبب أعمال العنف التي ارتكبتها في حق المسلمين البوسنيين في كل أرجاء البلاد. قبل 8 سنوات فقط قبل النزاع كانت سراييفو قد استضافت مبتهجة الألعاب الأولمبية الشتوية، وكان شعبها يتطلع إلى مستقبل زاهر مستقر. أما اليوم فإن تلك المنحدرات التي شهدت فوزا بالميداليات بقيت مهجورة، والحرب المدمرة تركت آثارها ليس فقط على النسيج المادي للمدينة وإنما على المحاربين القدامى أيضا. أصعب شيء هو عندما ترى طفلا جريحا أو ميتا، إنه أمر لا يمكنك أن تنساه ما حييت. لقد قتل لدينا أكثر من 10,000 شخص في سراييفو. من أجل ماذا؟ كانوا يحملون اسما مسلما، وماذا في ذلك؟ أهذا سبب ليتم قتلهم؟ جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية الاشتراكية التي أنشأت بعد الحرب جلبت الوحدة للشعوب والعرقيات والديانات المتعددة داخل حدودها، ولكن بعد وفاة قائدها جوزيب تيتو عام 1980 بدأت جمهورياتها تكافح من أجل الاستقلال. القوميون من أمثال الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش أضرموا نار الخوف والكراهية وتلاعبوا بتوترات عرقية قديمة قدم الزمن نفسه. في الوقت الذي سترفرف فيه الأعلام وتعلو الأناشيد الوطنية، وفي الوقت الذي سيبدأ فيه ذكر التاريخ والدين، يمكنك أن تكون متأكدا بأن إراقة الدماء ستبدأ من جديد لأجيال جديدة. إنهم لا يعرفون ذلك الآن، ولكن ذلك يحدث. سراييفو كانت واحدة من أكثر مدن يوغوسلافيا اختلاطا من حيث العرقيات، فلعقود مضت كان المسلمون البوسنيون والصرب والمسيحيون والكروات واليهود والغجر وغيرهم يعيشون جنبا إلى جنب فيما كان يطلق عليها القدس الأوروبية. كانت العرقية تأتي في المرتبة الثانية بعد هويتهم الوطنية كيوغوسلافيين. لما كنت أعرف من أنا حتى اندلاع الحرب، لقد كنت يوغوسلافيا، كنت أوبنجن وليس صربيا أو كرواتيا أو مسلما. هذا هو الجزء الأفضل للشيوعية. ولكن مع الأسف ومثل القدس أصبح سراييفو بعد فترة وجيزة جائزة المتسابقين في نزاع إقليمي عميق. في عام 1991 صوتت البوسنة والهرسك لصالح الاستقلال عن الجمهورية اليوغوسلافية ولتصبح دولة مستقلة، وهو قرار أغضب قادة الصرب في بلغراد. لقد أقنعوا رفاقهم من الصرب داخل البوسنة والذين كان عددهم يبلغ نحو نصف عدد السكان، أقنعوهم بمنع ذلك الانفصال بأي وسيلة ممكنة، حتى لو عنا ذلك شن حرب شاملة وطرد جيرانهم المسلمين إلى الأبد. كانوا يريدون تقسيم البوسنة وإزالتها كوحدة جيوسياسية، أرادوا تقسيم الشعب ضد بعضه البعض، كانوا يريدون إثارة الكراهية، خاصة الكراهية العرقية والدينية. لقد كان الجيش الوطني اليوغوسلافي المجهز تجهيزا جيدا ذا غالبية صربية. استغل قائد صرب البوسنة رادوفان كاراديتش وقائد جيشه راتكو ميلاديتش استغلا تفوقهم العسكري استغلالا تاما، وسيطروا بسرعة على أرجاء كثيرة من البوسنة والهرسك. لكن في سراييفو لم تلقى حملتهم النجاح ذاته لتحريض الجار على جاره. أنا لم أشعر يوما بأنني صربي، أعني لقد ولدت ونشأت هنا كمواطن لسراييفو والبوسنة،
لذا عندما بدأت الحرب لم يكن يساورني أي نزاع داخلي. لقد كنت موجودا هناك فقط لأحارب من أجل مدينتي وشعبي، وليس التفكير بالمسلمين أو الصرب بتاتا. هذا الرجل من صرب البوسنة حارب إلى جانب مسلمي البوسنة لحماية مدينتهم من الهجوم الصربي. لقد طلب عدم ذكر اسمه خوفا من الانقسامات التي لا تزال توجع المجتمع البوسني. نعم، لا يزال هناك الكثير من التوتر. أعرف أن هناك دائما فرصة لتعود العواطف الدموية إلى الحياة. بالعودة إلى ربيع 1992 كانت تلك العواطف بعيدة عن ذهن أمير بوبريتش. كان طالبا وقتها ولم يتلقى أي تدريبات عسكرية. لقد قررت أن أحاول عندما استيقظت ذات الصباح ورأيت عربات مسلحة تابعة للجيش اليوغوسلافي تأخذ الناس من بيوتهم، وعلمت وقتها أنه لا فائدة من الجلوس في البيت ومحاولة المقاومة على طريقة غاندي. عند ذلك أمسكت ببندقية فقط، لم تكن لدي أدنى فكرة ماذا يمكن أن تفعل بك رصاصة أو قنبلة يدوية. لم يمض وقت حتى عرف أمير كم يمكن لهذه الأسلحة أن تكون مهلكة. أتى صديقي المفضل وأخذ مكاني في هذا المنصب العسكري. كان يرغب بشدة في الانضمام إلى الجيش، وقد ساعدته في الدخول إلى وحدتي. لقد كان أيضا صربيا وليس مسلما، ولكنه أراد أن يدافع عن مدينته كذلك. في غضون 10 دقائق جاءني صديقي الآخر يخبرني بأن صديقي قتل مباشرة بعد ذلك. إنه لمن الصعب حقا عندما يتعين عليك الذهاب إلى والدي صديقك المفضل الذي ساعدته على الانضمام وتخبرهما بأن ابنهما قد قتل في مهمته الأولى، ثم الذهاب للتعرف على الجثة بعد ذلك. مثلما فعل أمير، التحق جوزيف جيلافيتش بالجيش البوسني الذي شكل على عجل وهو في سن مراهقته، وهو أحد من الذين أجبروا على أن يصبحوا محترفين بين يوم وليلة، وهو أيضا فقد أصدقائه. بعض أصدقائي ماتوا بين يدي. هل يمكنك أن تتصور عندما لا يمكنك وضع الضمادة على الجرح بل في الجرح؟ إنه أمر مريع، إنها أمور فظيعة تلك التي حدثت هنا. لم تتمكن القوات الصربية من الاستيلاء على سراييفو مباشرة رغم قدرتها العسكرية، ولذا حاصروها وعملوا على إضعاف وحجب المدينة الصامدة عن الجبال المحيطة بها. فرق من القناصة بقيت تراقب الوضع ليلا ونهارا، وبتجاهل رهيب لكافة قوانين الحرب تم استهداف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء بشكل متعمد ومنظم. أكثر من 1000 طفل قتلوا أثناء الحصار، ولكن تلك الأعمال الوحشية زادت فقط من إصرار سكان سراييفو على القتال للدفاع عن مدينتهم. لكي تصوب بندقيتك على شخص ما وتطلق النار، يجب أن يكون في داخلك نوع من الغضب. يجب أن يكون لديك التزام أو سبب ما لتفعل ذلك. ولماذا تحاول قتل شخص آخر؟ وقد كانت لدينا أسباب كثيرة لفعل ذلك. بما أن سراييفو محاصرة من كل الجهات، فإن سكانها أجبروا على بناء نفق لوصله بالمطار الذي تسيطر عليه الأمم المتحدة والمنطقة الواقعة وراءه التي يسيطر عليها البوسنيون. المطار كان المصدر الوحيد للإمدادات الإنسانية المحدودة التي كانت تعتمد عليها المدينة من أجل النجاة. لقد كان منخفضا جدا بحيث كان يتعين عليك خفض رأسك كثيرا، وفي بعض الأماكن كان يجب عليك أن تضع رأسك بين ركبتيك. لقد كان النفق تجربة مروعة، ولكنه كان فرصتنا الوحيدة للنجاة. هذا هو النفاق الأكبر في الأمر برمته. الأمر يشبه لو أنك تعرضت للاعتداء في الشارع ثم يأتي شرطي ويهاجمك. لماذا؟ لأنك مستلق في الشارع.
علقنا آمالا على المجتمع الدولي، ظننا أنهم بشر وسيساعدوننا. لقد تركونا نموذ، لم يحركوا ساكنا. وبينما استمرت المذبحة شعر سكان سراييفو بأنه تم التخلي عنهم بالكامل، وكأن مدينتهم غدت على شفير الهلاك. أتذكر بوضوح كنا عائدين من الجبهة الأمامية ووصلنا إلى تلة أعلى سراييفو، يمكنك أن ترى المدينة كلها من هناك. لقد كانت السماء تمطر وكان الصرب يطلقون النار علينا من على التلال المجاورة. كان بإمكانك أن ترى سهاما من نار تطير باتجاه المدينة تليها انفجارات مفاجئة وألسنة لهب. أحد ما قد قتل هناك في الأسفل، نفس مسكينة غير محظوظة. لم تكن هناك إضاءة واحدة في سراييفو، كان بإمكانك أن تستشق الظلام الخانق. لقد بدت المدينة وكأنها ميتة وأنه لم ينجو حتى شخص واحد. سألت نفسي ما كل هذا؟ كم من الأمور علينا تحملها ومواجهتها؟ أعتقد أن تلك اللحظة كانت أشد اللحظات في حياتي. في أغسطس عام 1995 أصبح هذا السوق المشهور مسرحا لمجزرة. هجوم صربي بقذائف الهاون قتل 37 شخصا وجرح 90. لقد بثت مشاهد المجزرة على نطاق واسع حول العالم وتسببت في ردود فعل وغضب على استمرار الصرب في ذبح المدنيين دون رادع. حلف شمال الأطلسي أخيرا وبعد أن كان يقف على هامش الأحداث طويلا اتخذ إجراءات ضد المعتدين الصرب من خلال شن غارات جوية هامة في محاولة لإجبار الصرب على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. نجحت الغارات وجلبت معها حلا سريعا للنزاع. في أكتوبر تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، وفي وقت لاحق تم توقيع اتفاقات دايتون للسلام في باريس. وقد قسمت البلاد إلى كيانين، فيدرالية بوسنية كرواتية وجمهورية صربية. وفي 29 من شهر فبراير من عام 1996 أعلن رسميا عن انتهاء حصار سراييفو. لقد شعر سكان سراييفو بفرحة عارمة عندما انتهى الحصار الذي تحملوه قرابة 4 سنوات. كنت أشعر بنشوة وكنت سعيدا لدرجة لا يمكنني وصفها. شعرت وكأن جبلا أزيح عن صدري. ما إن انقضت مشاعر الارتياح حتى وجد كثير من المحاربين صعوبة في التأقلم مع الحياة اليومية. لم تكن تلك أوقاتا سعيدة بالنسبة للكثيرين. إنه من الصعب عليهم أن يندمجوا، والبعض حاول معالجة الأمر عن طريق اللجوء إلى الشرب، بينما لجأ البعض الآخر إلى الدين أو بدأ بتعاطي المخدرات، بينما فقد آخرون عقولهم ببساطة. لا يزال مؤلما تذكر صدمات ما بعد الأزمة. السؤال اللعين الذي كنت أسمعه مرات كثيرة، هل قتلت أحدا؟ لا يجب أن يطرح هذا السؤال. لا يمكنك الإجابة على هذا السؤال لأنه بمثابة وضع الأصبع على الجرح في المكان الأشد ألما. على الرغم من تواجد المحاربين البوسنيين في قلب أكثر نزاعات أوروبا دموية منذ الحرب العالمية الثانية، فقد تمكن كثيرون من التأقلم مع الحياة المدنية. أوغينجين يدير شركة لتوزيع الأفلام، جوسيب يعمل في مصرف، وأمير يعمل لدى حلف شمال الأطلسي. أعتقد أنني أدركت أنه من المهم في وقت معين أن تتجاوز الأمر بالعمل حتى تتمكن من إدراك ما حصل في الحقيقة، وذلك حتى تتمكن من التوصل إلى السلام مع نفسك لتكون قادرا على الاستمرار في حياتك. أصبحت البوسنة خلال الحرب إحدى أكثر الدول حيث انتشار الألغام على وجه الكرة الأرضية، ولكن حتى هؤلاء المصابون جسديا في النزاع تمكنوا من تحويل سوء حظهم إلى ابتهاج بالنصر. كافة هؤلاء الرجال فقدوا أطرافا نتيجة إصابات جراء الألغام الأرضية، ولكن على طريقة إظهار الروح القتالية فإنهم تمكنوا من تحقيق الفوز في لعبة كرة الطائرة للمقعدين واللعب في الفريق الوطني الذي هو بطل أوروبا والعالم والأولمبياد. اسم الفريق الأشباح،
وهو الاسم الذي يطلق على الألم الذي يشعر به الشخص في المنطقة التي تم فيها استئصال أحد الأطراف. قائد الفريق عصمت جودن جاك يشعر أن تجارب لاعبيه الحربية بالإضافة إلى إعاقتهم قد جعلتهم أكثر قوة. أنا مقتنع بأن اللاعبين في هذا الفريق هم أكثر صحة ووعي من نصف من يسمون بالأشخاص العاديين، لأننا تذوقنا الجانب المر من الحياة وتغلبنا عليه بنجاح. نعلم أن الأوضاع يمكن أن تكون أكثر سوءا وأن بإمكاننا محاربتها والانتصار عليها. وعلى الرغم من الانقسام المستمر للبلاد، إلا أن الفريق يرفض السماح بأن تؤثر المشاعر السياسية على متعة أفراده الرياضية. قبل نحو 3 أو 4 سنوات لعبنا ضد فريقين من جمهورية الصرب في الدور الأوروبي، وبصراحة فإن هؤلاء هم الأشخاص الذين حاربناهم وكانوا لا يزالون تحت تأثير الأيديولوجيا ويلوحون بشعارات حربية. بعد سنوات من انتهاء الحرب كانت طريقة تفكيرهم لا تزال كذلك. هؤلاء المحاربون تمكنوا عبر عالم الرياضة من تجاوز الاختلافات العرقية والعداوات القديمة، ولكن مع ذلك فقد شعر كثيرون بأنهم خدعوا بعملية تقسيم البلاد على أسس عرقية أوجدتها اتفاقة دايتون والتي لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، وبالنسبة للبعض فإن ذلك هو بعينه ما قتلوا من أجل تجنبه. أعتقد أن هذا هو سبب إشعال الحرب أصلا لدى البعض مثل كرواتيا أو صربيا. لقد كانوا يريدون التوصل إلى تقسيم المجتمع وذلك خلال المواجهة الإثنية، ولم أشأ أن أكون جزءا من هذه اللعبة، ومع الأسف لقد نجحوا إلى حد ما. ميرسات توكاكا قضى سنوات عديدة منذ الحرب في محاولة توثيق الرقم الحقيقي وهويات أولئك الذين فقدوا حياتهم. بالنسبة له هذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة إنشاء المجتمع متعدد العرقيات الذي كان موجودا في البوسنة قبل الحرب. إذا أردنا القيام بذلك فإننا نحتاج الحقيقة الكاملة عن الأحداث، من وأين وكيف تم قتله. ليس هناك تفرقة بين الضحايا وليس هناك سلام دون عدالة. ولكن العدالة لم تكن لتصل بالشكل الكافي إلى هؤلاء الذين يملؤون المقابر الكثيرة المنتشرة في سراييفو، ولا إلى الذين نجوا ومعهم ذكريات أليمة عن الحرب التي عايشوها. قائدا صرب البوسنة كاراديتش وميلاديتش لا يزالان طريقين يظن كثيرون بأنهما يتلقيان الحماية من السلطات في بلغراد. الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش اتهم ومثل أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وأدين بجرائم ضد الإنسانية، ولكنه توفي قبل التوصل إلى حد. صفعة أخرى على خد آمال ضحاياه في تحقيق العدالة. محاربو سراييفو لا يزالون يجدون صعوبة في فهم سبب انقلاب جيرانهم السابقين عليهم وكيف عليهم أن يشعروا تجاههم الآن. ربما هي مجرد موجة سيئة تحملهم ويشعرون معها أن القتل جيد وأنه من الجميل لو أنهم قتلوا مزيدا من الأشخاص الأبرياء ثم يقومون بذلك فحسب. ربما يشعرون بالندم بعد ذلك وربما لا ينامون الليل. ربما كيف يمكنك أن تحترم أحدا يلقي بقذيفة ويقتل 50 شخصا؟ هل هو شجاع؟ هل يقوم بعمل جيد؟ الحرب قد انتهت وماذا في ذلك؟ هيا لنتعانى. لا أستطيع، يمكننا أن نعيش مع بعضنا ولكنني لا أشعر بأي شيء تجاههم. على الأقل لا أشعر بأي شيء جميل. يمكنهم أن يمضوا قدما في حياتهم الخاصة. إن الله سيعاقبهم على ما اقترفوه. قضية الإيمان أصبحت موضوعا مثيرا للنزاع خلال الحرب البوسنية التي أصبح ينظر إليها كثيرون على أنها نزاع ديني وليس نزاعا إقليميا بحتا. نتيجة لذلك وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي الموسع أدار ظهره للمنطقة، فإن الآلاف المتعاطفين مع المسلمين قاتلوا إلى جانبهم هناك. أبو حمزة
كان قد قدم إلى يوغوسلافيا لدراسة الطب، ولكن اندلاع الحرب سرعان ما غير مساره. حادثة واحدة أقنعته بأن من واجبه الديني أن يحارب إلى جانب المسلمين البوسنيين. استقبلنا طبعا في رياكا، كنا استقبلنا عائلة من أب وثلاث بنات. أمهم ما كانت معهم، ما كنا نعرف. البنت كان عمرها شي حوالي 13 سنة، ما كانت تحكي بالمرة، يعني وضعها كان مأساوي. وتعرف العربي مهما يكون حساس وبنت وهي. فأنا الصراحة مع الأخوة اللي كنا شغالين في العمل الإغاثي سواء، فحاولنا نعرف القصة. طبعا أهلها ما رضوا يحكونا، الناس اللي لحتى عرفنا أنه أمها قتلت أمامها واغتصبت، والبنت كذلك اغتصبت. أبو حمزة بالإضافة إلى آخرين من المحاربين العرب الذين حاربوا الصرب حصلوا على الجنسية البوسنية بعد الحرب اعترافا لهم بمجهودهم. لقد تزوج من أرملة بوسنية، مضيفا بذلك إلى أطفاله الثلاثة 3 أطفال آخرين لزوجته من زوجها السابق الذي كان قد قتل من قبل القوات الصربية. ولكن حياة أبي حمزة وعائلته هنا في سراييفو مهددة الآن. ولكن بعد 11 سبتمبر يعني الأمر تغير 180%. الحكومة البوسنية سحبت جنسية أبي حمزة نتيجة لما يدعيه البعض بأنه ضغط من الولايات المتحدة. إنه يواجه الترحيل الآن. كمسلم يبقى أبو حمزة فخورا بما فعله رغم مشكلاته الشخصية. أبو حمزة إنسان، أبو حمزة مجاهد كإنسان 100% نادر كإنسان، أما كمجاهد ومسلم اعتبر أجري لله، الله يتقبل إن شاء الله، ما ننادم طبعا. بعد أكثر من عقد على انتهاء الحرب، تبدو سراييفو وكأنها استعادت ثقتها محتفلة بأجواء السلام التي قد حرمت منها لمدة طويلة. كل هذه المعاناة والضحايا لا يهم لو أن الحياة صعبة الآن، فذلك سيمضي. ربما لن يكون جيلنا موجودا لرؤية ذلك يتحقق، ولكننا قمنا بعمل جيد وهذه المدينة تعيش الآن. ولكن بقايا ما تمت التضحية به موجودة في كل مكان. هذه الشوارع التي يسير عليها سكان سراييفو اليوم تحمل دلالات على ماضيها الدموي. بقع من الطلاء الأحمر معروفة باسم الورود الحمراء تسمي الأماكن التي لاقى فيها ضحايا قذائف الهاون حتفهم. الجميع هنا يعرف بأن السلام السائد الآن هو سلام مصطنع وهش للغاية. هناك مخاوف متزايدة في حال أعلنت كوسوفو استقلالها بأن تتبعها جمهورية الصرب وأن دائرة التدمير ستتكرر. نجاد لديه ابنة صغيرة هي إحدى بنات الجيل الجديد الذي عرف السلام فقط. إنه يأمل ألا تسرق منها الحرب طفولتها. المنطقة مليئة بالحمقى، وبطريقة ما لا نتعلم أبدا. الأمر يتكرر باستمرار. لن أستخدم الرياضيات للتنبؤ بعدد السنين، ولكنني متأكد بأننا سنشهد نزاعا يوما ما.